لجميع المسلمين. هناك سؤال وردنا يقول: أثناء ثناء الإمام على الله سبحانه وتعالى في دعاء القنوت، ما الواجب على المأموم أن يفعل؟ هل يقول آمين أو يسكت أو يسبح؟ وإذا كان الثناء في بداية الدعاء هل يرفع يديه بذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما يقوم الإمام بالثناء على الله عز وجل في أول دعاء القنوت، فإن المأموم لا يؤمن، لأن التأمين إنما يكون على الدعاء، وهنا لم يدعو وإنما أتى بثناء على الرب عز وجل. ولذلك فالمشروع في حقه أن يسبح، فإذا قال: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، يقول سبحانك، أو أنه يسكت. لكن كونه يأتي بالتسبيح هذا أقرب إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله. وهذا يدل على أنه في صلاة النافلة وفي صلاة الليل خاصة أنه يشرع للمصلي أن يتفاعل مع ما يقرأه، خاصة بالنسبة للآيات القرآنية، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعاء كذلك. الأصل أن الداعي، أن مستمع للدعاء، أنه يؤمن على دعاء الداعي. والتأمين يتساهل فيه بعض الناس مع أهميته، لأن المؤمن شريك للداعي. ولذلك كان موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وكان بجواره هارون يقول آمين، قال الله: قد أجيب دعوتكما، مع أن الداعي موسى وهارون لم يدعو، وإنما هارون كان مؤمنا، لكن الله عز وجل جعل هارون داعيا لأنه كان يؤمن على الدعاء. هذا يبين لنا أهمية التأمين على الدعاء. أقول ذلك لأنه يلاحظ أن بعض المصلين يسكت ولا يؤمن على الدعاء، وهذا يفوت على نفسه خيرا عظيما. والمشروع للمأموم وحتى لغير المأموم، من سمع داعيا يدعو بخير، أن يؤمن على دعائه حتى يشترك معه في الدعاء، فإن الله قال لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. وأما بالنسبة عند إذا لم يدعو الإمام وإنما أتى بثناء، فالأفضل أن يأتي بالتسبيح والتنزيل لله عز وجل فيقول سبحانك. نعم نعم، أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة وردتنا في تويتر.